السلام عليكم. صباح النور، صباح الحيوية والنشاط، صباح البحر الزوينة تشوف لي لأني صبح على شي منظر بحال هكا عرف النهار غادي يدوز زوين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير. إحنا في هذه الصبحية جينا صباح بكري، فطروا هنا ولد بنت أختي. ها هو نقدم لكم المهدي بعدا. مهدي قول صباح الخير. قولي كي دايرين؟ قولي من فين حنا، فين حنا، قول فين حنايا؟ فين؟ لا قول فين. مروكومول. اييه ها هو كيصبح عليكم المهدي. ايوا جينا نفطروا على ما على موجود الكسكسو، غنمشيو ناكلو الكسكسو في الدار. قلنا نجيو الصباح الدنيا خاويه، اليوم الجمعه كتكون الدنيا خاويه والصباح كيكون زوين حيت كاين شويه ديال الصاد، ولكن الصاد راه لا علاقه بالصاد ديال اللي راكم عارفين. الجو زوين مع الصباح ما شاء الله، والله الله يحفظ بلادنا على هذا الجمال ديال الجو اللي فيها. حين ما نقولش لكم اللي هربان من الصاد راه كتبان ليه هنا بحال الجنه والله العظيم، حاشا ولا يتمثل، ولكن كنقول لكم الصباح الجو زوين ما كاينش يعني داك الصاد، كاين بريد خفيف على مزيناتو. جلسنا هنا، رحنا بعدا منين قالوا لي الصباح نمشي، قلت لهم واخا. منين فقت لقيتهم صاوبين الفطور، فطر داخ وغنعاودو ناخذو شي حاجه نشربو شي حاجه هنايا ونجلسو شويه نتمشاو على ما وصل الوقت ديال الغداء ونمشيو للدار نتغداو. ايوا بغيت نشارك معكم هذه الصبحيه تشوفونا حنا فين وتستمتعوا معنا بالجو ديال الله. عرفتوا ريحه البحر ما نقولش لكم، الريحه ديال البحر كتحل المخ ديالك مع الصباح. زوين، منظر زوين ما شاء الله. حنايا جالسين نشوفوا نسرحوا عينينا، راه عينينا كانوا كيضربوها في الحيوط ما كنشوفوا حتى حاجه اخرى. ايوا حنا باقيين معاكم نديروا واحد الجوله خفيفه. اش بغيتي، اش بغيتي حبيبي؟ قولي بابا يهضر معاه، هضر معاه. بغيتي دوز واخا. هاد القهوه هنايا هذا كنت كنجي ليها زمان شحال هادي. شكرا حبيبه. كنجيو غير باش نقول لكم هذا سميتو مطعم مغربي، كاين في موروكومول الفوق، كيدير توسكي ماروكان. كنا كنجيو هنا بالذات كنشربوا عندهم واحد الحريره خطيره. ناديه صاحبتي ناديه الترابي الا شفتي هذا الفيديو راه غتعرفي الموضوع شنو هو. كانوا كيديروا باق نعقل وقت ديال وقت البرد، وكيديروا واحد الحريره خطيره. كنجيو كناخذوا حريره كيديروا يحطوا لينا معاها خبيز ديال الدار ديال القمح والشباكيه والبيض والتمر. عرفتي كناكلوها صافي ما كان من في العشيه حيت كتبغي شي حاجه هكا سخونه. كنعاودوا نمشيو ما كتبقى تاكل حتى شي حاجه، ولكن عندهم حريره خطيره. وكان الجميل في الامر كيكون عندهم واحد عواد كيضرب العود، يا سلام اغاني مغربيه اصيله ما نعاود لكمش زوين. ايوا منين جينا الحمد لله، قول يرحمك الله. ومنين جيت هنايا قلت والله ما نعاود ما غندخل حتى بلاصه، غنمشي لديك القهوه اللي كنا كنمشيو ليها. المهم صباحكم ان شاء الله مبروك وجمعتكم طيبه، وهانتوما معنا غير دويره خفيفه ظريفه. راه باقي انا راه باقي ما كملتش السلام مع الحباب والله العظيم، ومازال ما صورناش شي حاجه نحطوها ان شاء الله ونتشاركوا معكم كل شيء. كنا نتشاركوا معكم داك الشيء اللي بعيد، ودابا عاوتاني اللي قريب خاص حتى الناس تما الاصدقاء وداك الشيء اللي كاينين تما كاين يشوفوا، شوفوا اجواءنا الزوينه اللي بالعكس كتستحق المشاهده وتستحق ان احنا نوريوها للناس ويشوفوها. ولو ان راكم عارفين يعني المغرب راه عنده سمعه زوينه لا في طبيعته ولا في ناسه ولا في كل شيء، فاحنا دائما خاصنا نوريو اش كاين، نوريو داك الشيء ديال اللي كاين، يعني نكونوا في قلب شي حدث نوريهم الحدث وحنا في قلبه. انتم باقيين معانا.